اليوم ننتظر صراع كبير جدا في ثاني نهائي ال 200 متر حرة نساء وبعجالة 200 متنوعة اليوم الصباح كانت يعني slow heats ننتظر لوركن باش يرجع بقوة بالرغم من ترشحه المركز الرابع والخامس من التصفيات هذا ما يهمش المفيد هو الدخول النهائي نعم كابتن سفيان بالنسبة لسباق 200 حرة سيدات صار جوستروم زوز دقائق وزوز ثواني توقيت محترم كثير السباحات هنا معها همسكيرك فيمكن الهولندية قاعدين يسبحوا بطريقة أنهم يحافظوا على مجهودهم للمنافسة المسائية اللي هي نعم. النهائية معهم جاكو بوس معناها ثالثة منافسة ثالثة في الميتين متر سباحة حرة باش تصير منافسة ما بين زوج سباحات الهولندية والسويدية في السباق هذا نعم إذا نكتفي بهذا القدر من التحليل ونعود لإبراهيم من أجل متابعة تصفيات الخمسين مترا السباحة على الصدر للرجال كل التوفيق إبراهيم تفضل شكرا زميلي محمد المهدي الراضي طبعا الآن دخلنا للسباق الثالث وهو سباق الخمسين متر سباحة على الصدر هذه هي التصفية الأولى طبعا في التصفية الأولى هناك أبطال منتخبنا الوطني بالتحديد هناك نور الدين متواجد في الحارة الخامسة أيضا هناك أبطال يمثلون الأندية القطرية المشاركة طبعا في هذا الحدث العالمي طبعا لكسب الخبرة والتجربة لكن اللافت بالنسبة لهذه المجموعة يعني عمر هؤلاء الأبطال لا يتجاوز تقريبا 18 سنة غالبيتهم 14 و13 سنة بالإضافة إلى 15 سنة يعني هذه مناسبة كبيرة بالنسبة لهؤلاء الأبطال لطبعا الاستئناس بالأجواء القوية بالنسبة لهذه البطولة العالمية طبعا مع البداية يبدو هناك تقدم لبطل منتخبنا الوطني البطل نور الدين خداش في المركز الأول على ما يبدو الخمسين متر سباحة على الصدر وإذا المركز الأول عاد للقايد هو من تقدم بينما خداش في المركز الثالث وجمال الدين في المركز الثاني طبعا كما ذكرت هذا السباق اقتصر على أسماء محلية بينما هذه فرحة مستحقة لهذا البطل الذي يمثل الأندية القطرية 36 ثانية 65 جزء من الثانية توقيت جيد جدا لهذا البطل الصغير في السن طبعا مواليد 2002 وبالتالي نحن نتحدث عن بطل يعني المستقبل بطل المستقبل في أول مناسبة له على مستوى كأس العالم يحرز المركز الأول ويتفوق على باقي زملائه وبالتالي بطل نتمنى له كل التوفيق ونتمنى للسباحين القطريين أن يستفيدوا من هذه البطولة العالمية التي تستقطب النجوم العالميين الأبطال أبطال العالم وأيضا أبطال الأولمبياد محمد القايت في المركز الأول 36-65 يوسف جمال الدين مركز ثاني نور الدين خداش